نظرة على آخر أخبار المال والأعمال، أهلا بكم. أظهر مسح نشرت نتائجه مؤخرا نمو أنشطة الشركات في مصر في سبتمبر الماضي بوتيرة قاربت المستويات القياسية في ظل التعافي الاقتصادي الذي يشجع الشركات على التوظيف للمرة الأولى في عامين ونصف العام. وتحاول الحكومة المصرية الموازنة بين خفض العجز وإنعاش النمو الاقتصادي الذي انخفض إلى 2.1% في السنة المالية 2012-2013، ويظل أبطأ بكثير من الوتيرة اللازمة لتوفير فرص عمل كافية للشباب. غير أن ارتفاع الإنتاج والزيادة الحادة في الطلبيات الجديدة للشهر يشيران على ما يبدو إلى بدء عودة الثقة في الوقت نفسه. انحسرت الضغوط التضخمية الناجمة عن خفض كبير في الدعم الحكومي لقطاع الطاقة في يوليو مع ارتفاع أسعار المدخلات والمنتجات بوتيرة أبطأ. في إطار محاولاتها لإقناع العالم أن الثورة انتهت في سوريا، تسعى حكومة الرئيس بشار الأسد للإعلان عن مشروعات استثمارية ضخمة في العاصمة دمشق التي تتعرض أحياؤها باستمرار لقصف ومحاولات اقتحام من الثوار. وأقيم في دمشق مؤخرا مجمع ضخم برأس مال قدر ب40 مليون دولار، وهو مجمع ترفيهي يضم سلسلة مطاعم ومعارض سيارات قديمة وألعاب ودور سينما. يتطلع القائمون عليه بحسب تصريحات يتطلعون إلى تشجيع المستثمرين السوريين وغير السوريين لاستثمار أموالهم. وليس بعيدا عن مكان المجمع الترفيهي سوى بضعة كيلومترات، قدرت المعارضة السورية عدد الغارات التي تعرض لها بلدة المليحة ل800 غارة جوية، فيما قدر ناشطون نسبة الدمار الجزئي الذي لحق بحي جوبر الدمشقي ب90%، أما الدمار الكلي فتجاوز 50%. أظهرت مستندات أن شركة تسويق النفط العراقية سومو تسعى لشراء أكثر من 3.8 مليون طن من السولار، زيت الغاز والبنزين وغاز البترول المسال للتسليم خلال عام 2015. وتنص المستندات على أن سومو تسعى لشراء 2,160,000 طن من البنزين 95 أكتين و1,224,000 طن من السولار الذي يحتوي على 500 جزء من المليون من الكبريت و445 ألف طن من غاز البترول المسال للتسليم في ميناء خور الزبير في الفترة بين الأول من يناير والحادي والثلاثين من ديسمبر من العام المقبل. ويفتقر العراق للطاقة التكريرية الكافية ويعاني من نقص مزمن من الكهرباء، حيث يستخدم السولار لتوليد الكهرباء. أصبحت خدمة التراسل الفوري واتساب الأسبوع الماضي رسميا جزءا من شركة فيسبوك، وذلك بعد أن أغلقت الأخيرة صفقة استحواذها على الأولى مع ارتفاع الثمن النهائي للصفقة بنحو 3 مليارات دولار إضافية لتصل إلى 22 مليار دولار، وذلك بسبب زيادة قيمة أسهم الشركة في الأشهر الأخيرة. وفقا لإيداع المنظمين، سوف يحصل مؤسس واتساب جان كوم على ما يقرب من 2 ملياري دولار كقيمة أسهم تمنح على مدى مدة 4 سنوات، وذلك كحافز له للبقاء في الشركة بحسب تقارير صحفية. ودفعت فيسبوك مبلغ 4.59 مليار دولار نقدا و178 مليون سهم من أسهمها لواتساب، وكذلك 46 مليون من المنح في وحدات الأسهم المقيدة لموظفي الخدمة والتي ستمنح خلال مدة 4 سنوات. قال نائب وزير المالية اليوناني إن بلاده ستخرج من الركود الذي تعاني منه منذ 6 سنوات، متوقعا أن تسجل نموا بنسبة 2.9% العام المقبل. وأكد الوزير التوقعات السابقة بتحقيق نمو بنسبة 0.6% هذا العام، إلا أن العديد من خبراء الاقتصاد يعتقدون أن هذه التوقعات مبالغة في التفاؤل. وتشير التوقعات للعام المقبل إلى تسجيل نمو قوي وسط معاناة الاقتصاد والشعب اليوناني من الاقتطاعات في معاشات التقاعد والرواتب ومن نسبة ديون عالية جدا. وتتوقع مسودة الميزانية للعام المقبل كذلك فائضا في الميزانية قبل حساب فائدة الدين البالغة 1.9% من إجمالي الناتج المحلي أو ما يساوي 5.4 مليار يورو. نقطة الختام، نشكر لكم المتابعة، دمتم في أمان الله.